لا شك أن بلادنا السودان تمر بأزمة خطيرة جدا وحروبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها وأن يسلم جميع المسلمين في بلادنا وجميع بلاد المسلمين، إنه جواد كريم وهو على كل شيء قدير. لكن الحل الجذري لهذه المشاكل والحروبات التي عندنا وعند كثير من بلاد المسلمين هو الرجوع إلى الدين. الرجوع الصحيح إلى الدين هو أمر واحد، ما موضوع كثير ولا موضوع صعب ولا موضوع كبير، أمر واحد بس، هو إصلاح العقيدة. العقيدة تكون في الله براه بس، ما في زول يعتقد لفي شيخ، ولا في زول يعتقد لفي ولي، ولا في زول يعتقد لفي فكي، ولا في زول يعتقد لفي قبة، ولا في ضريح وتشيل تراب تتمسح به ومعلق لك حجبات تحميك من الموت. إخواننا إذا كان زول داري يحلف بدل ما يقول والله بيقول وحات أبوي فلان، واحد إذا داري يدعو بدل ما يدعو الخلق والخلق والنطب والأكل والشرب والعالج والشفاو بيدعو غير الله. إذا كان قرية واحدة يقول لك فيها 99 قب، وأنا ما أدري أسمي الليلة، لكن الناس بتفهم. إذا كان كل طريقة شيخة الميت المدفون ده تحت القبر وتحت القبة ده حيران، وبيقول لك الشيخ ده بيعلم الغيب وبينزل المطر وبيرزق الرزق وبيدي الجنة، زي الله واحد، بل عندهم الشيخ ده أحسن من الله، بدليل إنه لو دايرين حاجة بيمشوا للشيخ ما بيمشوا لله، معناته عندهم الشيخ الميت قبل 200 سنة أحسن من الله الحي الذي لا يموت. يا جماعة الله براه وبيدي الجنة، لا 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 لا، لابد نمشي القبة والمرة ندخلها للحيران جوا القبة، حيران قاعدين عطالة جوا ما بشوفوا شمش مرتاحين، ندخلها لهم جوا ويدوها تراب من الشيخ وتحوق ظهرها في قبة الشيخ عشان تحمل ما الله الشيخ بيحملها. إذا كان ده حالنا ما احنا ما نكذب، ده حالنا، ده خلل ولا ما خلل؟ ده ما في خلل زي ولا حاجة، خلل أكعب منه ذات يا إخوان، ده أعظم خلل. وربنا بيعاقب القرى من أجل الشرك اللي هو الظلم ده، ما في خلل زيه. ربنا قال وتلك القرى أهلكناهم دمرناهم مرة واحدة، حروب وتفجيرات وقتل كله أهلكناهم. 200 يا ربنا، لما ظلموا يعني لما أشركوا عبدوا القبب والأضرحة، ده هو الشرك ما في غيره، لما ظلموا لما أشركوا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ووجود الشرك معه والمشاكل والحروب والاقتصاد المدمر، وده الحاصل ولا ما هو يا أخوانا؟ والله ده حال ما بنصلح إلا بحاجة واحدة بس، إلا إذا صلحنا بيننا وبين الله. كيف؟ أي زول ماسك له طريقة يرميها برا طوال الزبالة ويمسك في طريقة ربنا براو. ربنا قال عن طريقته وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني الاقتصاد بيصلح باختصار كده بس. طيب الآن الاقتصاد ما صلح ومشاكل وحروب، لأنه نحن ما ماشيين في طريقة ربنا، ماشيين في طريقة بتاعت الشيخ ما بتاعت الله، قالوا دي أحسن من حقة الله ذات. طوال ربنا ابتلانا بالحروب وبالجوع وبالفقر وبالمشاكل. الله قال الكلام ده كله الحاصل في آية واحدة، الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا ما لخبطوا إيمانهم بظلم. الناس الوحدوا وما لخبطوا توحيد بشرك، الله قال أولئك لهم الأمن، يعني عدم الحروب. أولئك الناس الوحدوا لهم الأمن وهم مهتدون. أما السرقة والنهيب والكتيل وغيره دي كلها جرائم وما في مسلم يقبلها، لكن دي نتيجة لفساد العقيدة. عشان كده نحن شايفين السرق والنهيب والكتيل ده كله شايفينه، والظلم والإرهاب والاغتصاب ده نحن شايفينه، لكن نحن بنتكلم عن الحل النهائي. لازم تفهموا كلامنا ده. الناس اللي بيقولوا انتوا ما بتنضموا ليه، انتوا بتتكلموا ليه، نحن عاينا ليه أصل المشكلة أصلها وين، مش فوق الرايش، الأصل بتاع المشكلة وين، إنه الناس دي ما عرفوا الله لسه، ده أصل المشكلة، بدليل إنه لسه في قبة بتعبد، معناته الناس ما يعرفوا الله. إذا دارينا الوضع يصلح نصلح عقيدتنا في الله. بلد فيها ذهب ثالث دولة في أفريقيا من حيث إنتاج الذهب، السودان. بلد فيها 11 نهر عذب للشرب، أفتح الماسور هسه بتاعت الجامعة ده بتقول لك شخ قاطع. يبقى يا جماعة الموضوع ما موضوع موارد موجودة كده كونية براها، الموضوع موضوع عقيدة بسبب ربنا بيسخر لك الموارد، الموارد الله أداك ليها، لكن أنت ما قادر تاكلها ولا تستفيد منها، بيستفيد منها غيرك، لأنه أنت ظالم. أكبر ظلم، ما بقول كل الناس لكن بقول معظم الناس ظالم، أعظم الظلم اللي ما بعده في ظلم ذاته ولا زي ظلم، اللي هو إن الشرك لظلم عظيم. مهما يتكلم السياسيين يتكلموا ليهم الدين كلامهم هوى. يا أخي السودان كله دار ينضم، كله دار ينضم، الله يفاتي فلان، والله يفاتي علان، والله يفاتي فلان المي عارف انصراف، والله يفاتي فلان بتاع، والله يفاتي فلان. واحد عنده حل، ما الحل في القرآن ده بس، الله نزله عشان تعبد براه وما تعبد معه شيخ. كلام ده
صعب يا اخواننا. كلام ده درس عصر ده حلكم ده حلك. اي زول قال لك في حل غير ده غش عليك وما بتتحلى ليوم الغياب. انا فيه والتوفيق. الحل الصحيح ترجعوا للتوحيد بس الله ده براو والله تاكلوا من فوق وتاكلوا من تحت. الله قال ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. يا اخوانا الحل ده بسيط لكن احنا ما دارينه بس دارين الامن الحقيقي. خلوا العبيد ارجعوا للتوحيد ده الامن الحقيقي والموضوع كده انتهى. عشان كده احنا دائما بنعمل دوره درس شرح للاسباب والكلام الطويل اللي قلنا ده بنعمل دائما في العقيده ونحن شايفين المشاكل الحاصله وشايفين الحريق. ليه؟ لانه عقيده لا تتزحزح حتى نلقى الله. انه ما في مشكله بتتحلى الا بالتوحيد يا اخوان. كده قدر ما تضيق احنا مرق لنا كتاب بتاع توحيد ندرسه قدر ما تضيق. ممكن نعمل زي السياسيين. انت قال الكرافته دي ايجارها غالي ما باجر لي كرافته زي الجماعه دي مين سلك ومين صابونه ومين ما بعرف صاموله اجر لي بدله وكرافته واجي اقعد. اعتقد انه حقيقه ما بتستفيدوا حاجه يا اخواننا بضيع زمانكم. فممكن احنا نعمل زيهم. انت قال الكلام بقروش لكن احنا بنعاني اساس المشكله يا اخوان. اصلها وين؟ فيا ناس الكلام ده والله واضح لكن في ناس عندهم مصالح دنيويه دارين له دي ما برضو كلام ربنا ده ما برضو. الله قال وإلهكم إله واحد ده التوحيد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة دايرين ملودي يعني دايرين الدنيا دي ما دايرين الآخرة قلوبهم منكرة بينكروا التوحيد وبينكروا أهل التوحيد وبيشاكلوهم وبينكروا كلام التوحيد وما دايرين دعاة التوحيد قلوبهم منكرة للتوحيد وهم مستكبرون. لا جرم أن الله هددهم المجرمين الما دايرين التوحيد دي ده دايرين ملودي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. فده الحاصل باختصار شديد ده الحل في التوحيد. في ناس دايرينه في ناس ما دايرينه لأنه بيقطع مصالحهم وبيقطع مصارينهم وفي ناس في النص ما دايرين دعاة التوحيد يوصل التوحيد لأنه برضو دايرين له كروشهم. ده خلاصة الموضوع وما بنخليهم لأنه ده حل لكم يا إخوان ما في حل غير.